بالي طريق الفتحة الرباطي باقي يدخل العناصر تاليا بالمغربي هناك كل من بقية اللاعبين كل من الولجي مليان بدر لمقي صديق باكوش الزياتي سويدي عزيز احمد صلاح فاروق مصطفى الخالقي ايوب وسعدي طريق بالنسبة للاحتياط كل من محسن بن حسين صلاح مصلوح بوخريس الشطيبي شمس الدين وفريد بن هنون على حسين بن لعيب العراقي اللي شناه قبل قليل ثم خير الله على الكبير مدرب الفريق هو سيد هشام جدران خلفا لرشيد التوصيل يصبح هو المدير العام والفني في وسط لاعب فريق نادي الكناسي لان ما غيتحسبش ضربة وكان تعطي هدف فعلا اذا كما قلت استغلال هذه الفرصه اللي كان مصاب من خلالها لاعب فريق نادي المكناسي لاحراز هدف التعادل فعلا تم استغلال هذه الفرصه ما كانش تسلل ديال لاعبي فريق الفتح الرباطي واخيرا يحرز الهدف لفائدة فريق الفتح الرباطي هدف التعادل لفائدة فريق الفتح الرباطي لاحظوا إعادة تمريرة لاعب باخوش داخل منطقة الجزاء وأخيرا يتمكن لاعب فريق الفتح الرباطي أظن مليان هو يتمكن من إحراز الهدف لفائدة فريق الفتح الرباطي وما زال مصاب لاعب فريق النادي المكناسي فكما قلت قبل إحراز الهدف فعملوا لاعبي فريق الفتح الرباطي على استغلال هذه الفرصة اللي كان من خلالها مصاب أحد لاعبي فريق النادي نفس طريقة لاعب زبيد أنه ينفد بالرجل اليسرى لكن الجدار مكن أنه يرجع الكرة وضعت رمية تتم إذن المحاولة متواصلة لفائدة فريق الفتح الرباطي الآن أدخل كرة من داخل منطقة الجزاء ضربة رأسية وتعطي هدف ثاني الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي ويخطف تفوق في هذه الأثناء محاولة رائعة جدا وهدف من أروع ما يكون فالشيء الذي عجز عنه فريق الفتح الرباطي في المباريات السابقة يتمكن من تحقيقه في هذه اللحظة هدف رائع جدا وضربة رأسية من المستوى الرفيع لاحظوا توغل لاعب فريق الفتح الرباطي داخل منطقة الجزاء عزيز السويدي بالتجربة الكبيرة دياله داخل منطقة الجزاء وباخوش اعتقد هو الذي يسجل هدف لفائدة فريق الفتح الرباطي إذا الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي وأمام فريق 6 دقائق لتأكيد التفوق في هذه المباراة هدف رائع جدا وضربة رأسية من المستوى الرفيع لاحظوا توغل لاعب فريق الفتح الرباطي داخل منطقة الجزاء عزيز السويدي بالتجربة الكبيرة دياله داخل منطقة الجزاء وباخوش اعتقد هو الذي يسجل هدف لفائدة فريق الفتح الرباطي إذا الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي وأمام فريق 6 دقائق لتأكيد التفوق في هذه المباراة 2-1 لفائدة فريق الفتح الرباطي والآن تحركت الجماهير ديال الفريق اللي كانت كثيرة في بداية